سؤال ممتاز وصعب، ودائما احنا عندنا في نفس في شركاتنا واجتماعاتنا ومجالس إدارة دائما السؤال من مديري رئيس مجلس إدارة اللي دائما متى يعني إذا في شركة فاشلة خلاص when do you stop. صعب صعب جدا، بس يعني في أسهل شيء لما خلاص إذا قضت قروشك تسكر وما حد مستعد يمولك برضه يعني ما عندك مجال. بس صراحة يعني لكل حادث حديث، بس يعني لازم تشوف الوضع العام، لازم تشوف وتسأل وكذلك يعني إذا ما أنت ملاقي أحد يستثمر معك هذا يعني كذلك يعني دليل واضح إنه في مشكلة كبيرة. فلذلك يعني نرجع على الموضوع اللي ناقشناه مع الأخ، إنه ما هو بعيب إنك تطلع وتبحث عن مستثمرين من بدري حتى إذا عندك تمويل كافي، بس هذا كذلك فرصة يعطيك فرصة إنك تسمع من الآخرين وجهة نظرهم، بس يعني يكونوا ناس يعني عندهم خبرة بيشوفون البزنس حقك بيقولوا لك لا والله هذا إذا أكثر من ما حد استثمر معك واضح إنه في مشكلة، لازم يا إنك تعدل مسارك يا إنك تغير يا تسكر وتجرب شيء ثاني.